حكم دخول الجنوب المسجد، كثيرون من العلماء على المنع لحديث ضعيف إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض لكنه ضعيف، وبعضهم يستدل بقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ومن العلماء من قال إن الصحابة كانوا يبيتون في المسجد في كأهل الصفة، وكانوا يجنبون أيضا وهم نيام، فتلك مسألة خلافية، والأكثرون على المنع إلا عند الاحتياج ويعوزهم الدليل الصحيح.